فارس عوض محدثكم اليوم من كابينة التعليق لتغطية هذه المباراة بين منتخبين. عندهم إمكانيات كبيرة حقيقة لمشاهدة مباراة مثيرة بين الطرفين. في مواجهة اليوم سيلعب المنتخب البرازيلي ضد المنتخب السنغالي. وهذه أمام حضراتكم تشكيلة منتخب السنغال والبرازيل في مباراة اليوم. فريق يلعب تشكيلة 4-3-3 تقريبا. تسديدة يا رب. فيرناندينيو. الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها. انطلاقة بالكرة نحو الأمام. رقابة ضعيفة في الكرة الماضية والكرة ما زالت مع المهاجم. شجاعة كبيرة من الدفاع. يضرب الآن كرة الكوتينيو يعني خطرة في فرصة هدف وحاول ممكن يجرب. تقدم سريع يأتي. مباراة تبدأ برتم عالي. أجواء مثيرة. إثارة كبيرة من البداية. سنشاهد الآن ماذا سيحدث في هذه الدقائق. كل شيء يبشر حتى الآن بمباراة كبيرة. إذن نستكمل المباراة مشاهدينا. والمنتخب البرازيلي يتقدم في النتيجة. نيمار. تقدم وهجوم لمصلحة المنتخب البرازيلي. حارس المرمى بيسيطر عليه بكل هدوء. ساديو ماني. العرضية منخفضة. حمل جيد في قطع الكرة. نيمار. تدخل يبعد الكرة. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. ويليان. فيرناندينيو. محاولة لمصلحة منتخب البرازيل. جابريل جيسوس. كرة من بعيد لكن صعب تغلط حارس المرمى. بفضل التقنيات الحديثة المستخدمة في أرضية الملاعب الحديثة راح يكون من الممكن أنك تلعب هذه المباراة في ظل أجواء ماطرة، لكن هذا لا يمنع بأن الأمور راح تظل صعبة على الفريقين وممكن تشهد تغييرات تكتيكية في اللعب التكتيكي مع مثل هذه الأجواء. لعبة هاتو خذ بين الاثنين. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. كرة خطيرة نحو الأمام. بعيدة عن المرمى. تسديدة افتقدت للدقة. ما كانت بالشكل مطلوب. ما كان فيها لا مهارة ولا توجيه ولا تصرف مثالي حقيقة. فيرناندينيو. مارسيلو. نيمار. ولعب الشوت. اوهو كم ممكن تحرك الشباك. قوة بدنية رائعة في الاحتفاظ بالكرة. فيرناندينيو. فرصة والكرة في وضعية الهجوم في هذه اللحظة. بيلعب الكرة. حكم يحتسب ضربة مرمى. ممتع الله على الكرة. ثنائية في مباراة اليوم والشهية مفتوحة للتسجيل. هدفين مقابل لا شيء الآن. هدف يوسع الفارق في هذه اللحظات. تدخل اللاعب يفقد الكرة. الحكم بيضيف دقيقتين للمباراة.
نيمار، الدفاع يقطع الطريق، يتصدى للتصويبة. صافرة الحكم تنهي الشوط الأول بهدفين نظيفين. من جديد إلى ملعب روستوف أرينا والشوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. يتقدم بالكرة نحو مناطق الخصم. لاعب يجرب الكرة من مسافة بعيدة. كرة عدت، كرة مرت، كم ممكن تكون كرة الهاتريك في المباراة؟ فرصة كبيرة وانطلاقة نحو الأمام. توقع جيد في قطع الكرة. بالنسبة لأداء كوتينيو في الشوط الأول، قدم شوط أول ممتاز، نجح في تسجيل ثنائية، استطاع بأن يساهم في خروج فريقه بين الشوطين متقدما في النتيجة، والآن في شوط المباراة الثاني سيدخل بمعنويات كبيرة. تلعب في البوكس من نيمار. فيرناندينيو. جواو ميريندا. نيمار يرسل الكرة. يا رب، تصدي غير عادي، قفاز مجنون. جواو ميريندا، حارس المرمى بيسيطر عليه بكل هدوء. الثلث الأخير من المباراة يبدأ في هذه اللحظات، متبقي فقط 30 دقيقة. تقدم وهجوم لمصلحة المنتخب البرازيلي. حكم الرأي يشير إلى ضربة ركنية بعد أن لامست الكرة المدافع قبل الخروج أيضا. ويليام بيلعب الكرة إلى وسط المنطقة. جواو ميريندا. تسديدة، يا رب، تسويبة غير دقيقة. الكرة تخطئ الشباك. ممتازة في المساحة. فيليبي كوتينيو. ساديو ماني. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. كرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. المباراة تدخل الآن في الثلث ساحة الأخير. كرة بتنقطع من تياغو سيلفا. الكرة في التماس الآن. واضح المدرب راح يدفع بلاعب بديل من على دكة البدلاء. كوليباني. فيليبي كوتينيو. استقبال تحت الضغط، الله على الكنترول، شوف كيف يحافظ على كرته. ساديو ماني وينطلق بالكرة في الأمام. عرضية كانت منخفضة في منطقة جزاء. يستعيد الكرة. لم تنتهي المحاولة كما تمنى الفريق، وبالتالي الكرة تتحول مع الخصم. ما زالت الكرة مع نيمار. نيمار يسدد من بعيد. المدرب يحاول التصرف في ظل تأخر فريقه في النتيجة، يبحث عن دماء جديدة. ألفريد إندياي. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. محاولة لمصلحة منتخب البرازيل. حرص يتصدى بكل هدوء لهذه الكرة. انطلاقة بالكرة نحو الأمام. الحكم يحتسب ركلة حرة والمباراة تشارف على النهاية.
في الكرة الماضية، والحكم يعطي الكرت الأصفر على لاعب المنتخب البرازيلي. ضاعت الفرصة، مستحيلة هذه الكرة. شوف الدفاع، شوف اللقطة، شوف كيف سدد، حاول فيها تحت الضغط لكن افتقد للدقة. الكرة بتضيع والكرة بعيدة عن المرمى. ميزة الفريق اليوم تمريراته، نقلات الكرة، تفاهم لاعبيه، تبادل المراكز. كم ممكن تكون فرصة لكن الكرة بتتخلص وتصبح مع الفريق الخصم. نصل إلى النهاية مع صافرات الحكم. فوز